أهلا بكم مشاهدينا في نشرة هذا المساء، وملفنا الأول لهذه الليلة سوف يتمحور حول التطورات السياسية في إسرائيل. هو يوم مصيري للحكومة الإسرائيلية. الكنيسة يصوت على قانون من شأنه أن يحدد مستقبل الائتلاف الحاكم الذي يقوده زعيم حزب يمين نفتالي بنت، إما الصمود أو السقوط. الحديث يدور حول تمديد سريان نظام الطوارئ في الضفة الغربية. بعبارات أخرى، هو عصب الحياة بين الدولة ومستوطناتها. كان يمر بلا مشاكل فيما سبق، لكن الحكومة الحالية تواجه تحديات لتمريره تتمثل في فقدانها الأغلبية، احتوائها على حزب عربي إسلامي متردد في التصويت لصالح القرار، والأنكة معارضة يقودها زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو تصر على إسقاط الحكومة الحالية بكل الأثمان، وإن كان ذلك بالتصويت ضد قانون بالغ الأهمية لإسرائيل. ما إن يخرج من أزمة حتى يدخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في أخرى تضع مصيره على المحك وتطرح علامات استفهام على بقائه. سلسلة أزمات لا تمنحه الفرصة على التقاط أنفاسه، بل تصعب عليه مهمة إعادة سن قوانين اعتبر سنها لسنوات بديهيا، كتمديد صلاحية القانون المؤقت الذي يمنح صلاحيات للمحاكم والسلطات الإسرائيلية لأداء مهامها الدستورية على المستوطنين في الضفة الغربية. وبغض النظر عن نتيجة التصويت على القانون في الهيئة العامة للكنيست، فإن المؤكد أن القانون لن يكون الامتحان الأخير للائتلاف، فضلا عن التشققات والتصدعات التي سيخلفها بين مركبات غير متجانسة في الائتلاف، ناهيك عن النقص العددي الذي يعاني منه داخل الكنيست. أزمات مستعصية تلقي بظلالها الثقيلة على رئاسة الحكومة، حيث استقال عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من العمل فيها. تطورات يصفها الإعلام العبري بالهزات التي يتعرض لها رأس الهرم، والتي تمنح انطباعا سيئا للمراقبين عن الأجواء السائدة هناك وتنفيذ السياسات العليا لإسرائيل. لكن من جهة أخرى، يرى خبراء أن هذه الأزمات عادية وعانت منها حكومات سابقة كثيرة نجحت في نهاية المطاف بإتمام فترة ولايتها القانونية حتى النهاية. وحل هذا الموضوع ينضم إلينا سيد فطين ملا النائب في الكنيسة عن حزب الليكود، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب، بالإضافة إلى السيد جيريمي سلتن المستشار الخاص لحزب يمينة، بالإضافة إلى سيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي. سيد شكيب، قبل أن نغوص في التفاصيل وما يجري اليوم في الوقت الذي يتلو فيها الآن النواب الخطابات، لو نفهم نحن والمشاهد ما هذا القانون بالضبط؟ عام 1967 إسرائيل احتلت بعد حرب الأيام الستة منطقة الضفة الغربية، أو كما يسميها اليمين الإسرائيلي يهودا والسامرة، ولم تريد أن تبسط السيادة الإسرائيلية عليها، فسنت أنظمة قوانين تفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنين والمستوطنات اليهودية المتواجدة ما بعد الخط الأخضر، ومر كل 5 سنوات يقومون بإقرار هذه الأنظمة من جديد. والآن يعني كان هذا ممكن يكون شيء بديهي وبسيط جدا وعملية تلقائية توافق عليها المعارضة والائتلاف وتشتري بدون أي مشكلة، هذا ما كان حتى الآن. أما نحن في المرحلة الحالية ونتيجة تركيبة الكنيسة الحالية، نحن بغض النظر في صراع أدمغة وصراع بين المعارضة التي تريد إسقاط الحكومة بكل ثمن والائتلاف الذي يريد أن يحافظ على نفسه بكل ثمن. ما ينقص نحن لا نزال في لعبة 61. 61 غير موجود لا للمعارضة ولا للائتلاف، ونحن بهذا الصدد يعني لعبة عديد سلمان ستذكر في تاريخ دولة إسرائيل إنه هي غيرت النظام. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن شيء واحد فقط، وهو هل فشل الحكومة في تمرير هذه الأنظمة سيأتي لنتنياهو بالرقب السحري 61؟ تقديري الشخصي لا.
هذا في وقت لاحق فيما يتعلق بلعبة تشكيل الحكومة القادمة. أسف يعني تسمح لي بس شغلي واحد. مساء الخير أخي وصديقي أبو محمد، بتأسف حبيبي وصديقي أبو محمد. طيب سيد جيريمي، امتحان ليس بالهين يواجهه الائتلاف الحاكم، كيف سيخرج منه برأيك؟ نحن نتسامي منه، نحن سنخرج من هذا الاختبار. لا أعرف كيف سنخرج، لكننا سنخرج من، لست نبيا، لكننا تجاوزنا عراقيل أكبر. وأنا أكثر قلق حينما سنصل إلى مرحلة إقرار ميزانية الدولة. لدينا عدة أسابيع حتى نهاية تموز قبل خروج الكنيسة إلى عطلة الصيف، ولكن من حيث القانون اليوم أعتقد أننا سننجح بتمرير القانون في نهاية المطاف. حتى لو إن لم نمرره اليوم، حصل لنا هذا في الماضي مع قانون شيكلي الذي أفشل قانون مماثل. هذه المرة إيديت سيلمان هي التي تفشل، لكنني أستطيع أن أقول لك لو جئناك كتلة موحدة من 60 نائبا في الائتلاف، وسنصوت جميعا بما في ذلك موسي راز وعضو الكنيسة غيداء زعبي وكل أعضاء القائمة العربية الموحدة، لو الجميع صوت 60 لو صوتوا ضد القانون، فسيلمان ستخرج من القاعة لأنها خرجت من الائتلاف، لكنها لم تصوت ضد الائتلاف. هي تعرف أبعاد التصويت ضد الائتلاف. إذا ما خرج شيء إيجابي من التصويت الليلة هو أن كل 60 سيصوتوا مع القانون، حتى وإن سيلمان صوتت ضد القانون. هذا يعني أننا سنستطيع الإطاحة بسيلمان، وهذا يعني أن الأعضاء المتمردون سيفكرون مليا بطريقة تفكيرهم. فقط لكي نوضح للمشاهد، نحن نذكر أسماء هنا، منهم من هو حاليا في الائتلاف الحاكم والذي إما قد يصوت ضد القانون أو قد يخرج من القاعة كما تفضل. نعم بالضبط. طيب سيد فطين، هي لن توافقك. سيد فطين، ألي هذه الدرجة مستعد اليمين الإسرائيلي أو حزب الليكود الذي يقود المعارضة أن يذهب أن يضحي بهكذا قانون فقط من أجل إسقاط الحكومة الحالية؟ يعني في الأمس إفشال قانون تمويل تعليم مصرحي الخدمة العسكرية، والآن هذا. مساء الخير لك ولجميع المشاهدين والأخي وصديقي أبو نبيل شكيب شنان عضو البرلمان السابق. بقول لك إشي واحد، إحنا كل قانون بتجيبه هاي الحكومة حنصوت ضده في المستقبل. تركب حكومة بنجيب القوانين هاي ومشيها، لحد إسا ما شفناش قانون أساس لهاي الحكومة الفاشلة. المشاكل الداخلية الموجودة عندها بين أعضائها من حزب يمينة، استقالات وتهديدات وسلخ الأعضاء البرلمان اللي انتخبوا من الشعب على أساس إنه يمثلون بهاي الحكومة بهاي الكنيسة. يمينة ورئيسها نفتالي بنت يعمل إشي لا كان في السابق في هذا المكان في كنيسة إسرائيل. نحن كمعارضة نعمل سوية بقدر المستطاع لإسقاط كل قانون يأتي من قبل هذه الحكومة. ماذا سوف تجني المعارضة من المعارضة؟ نحن نتحدث هنا عن ثمن هو أكبر من إسقاط هذه الحكومة، ثمن سوف يدفعه كل مواطن إسرائيلي. دولة إسرائيل صار لها سنة تدفع ثمن غالي على هاي الحكومة وسياسة هذه الحكومة من غلاء المعيشة ومن الأمن ومن الأعمال التخريبية ومن عدد كبير من المشاكل التي تمر فيها هذه الدولة. الظاهر إنه هاي الحكومة مش عارفة أو مش عم تنزل عند الشعب تسمع الشعب شو بيقول وشو بيحكي وشو بيجوز. هن بهم إنه إشي واحد يقعدوا على الكراسي كأعضاء كنيسة، 21 نورفيجي، 30 وزير وما شابه ذلك. هاي حكومة كراسي مش حكومة عمل، هاي حكومة تيجي تتحيد اليمين من الحكم. وأنا بتأمل في الأيام القريبة، في الأسابيع القديمة، في الأشهر القديمة نستطيع أن نسقط هذه الحكومة وترجع إلى الحكم بالقوة. وكل قانون صوتنا عليه حنجيبه قانون أساس مش قانون تشريعي. سيد شكيب، ماذا يعني عدم تمرير هذا القانون؟ وهل فعلا بات هنا حكم على الحكومة بأنها آيلة للسقوط؟ يعني هناك تجارب سابقة لحكومة استندت إلى أقل من 60 عضو،
أول شيء في وزارة الأمن الإسرائيلي الوزير جانس وزير الأمن الإسرائيلي وطواقم عمله بدأوا بالاستعداد إلى وضع قد يكون في 1 تموز إنه هذا القانون هاي الأنظمة لن تمر وعندها الحكم العسكري سيأخذ مجرى. يعني التأمين الوطني أعلن إنه مخصصات التأمين للمواطنين وكله ظل عملية التأمين الصحي والمحاكم الموضوع شائك نهاية الدنيا كما يشاع بالنسبة للحكومة. الموضوع شائك وصعب جدا ويعني حتى الآن وهنالك تغيير كبير في مبنى التعامل ل 600 ألف مواطن إسرائيلي موجودين عبر الخط الأخضر. هذا واحد. اثنين، موضوع استمرار الحكومة أو عدم استمرار الحكومة كما سبق وذكرنا ينقصنا الرقم السعري 61. ما دام نتنياهو لم يحصل على 61 وعلى ما يبدو بما أنه يستند إلى 6 أصوات من المشتركة لن يحصل على 61 حتى إذا كل يمين راحت معه. يعني القيام اليمين الإسرائيلي أو الحزب الليكود كما أعلن النائب فطين ملا أنه سنصوت في كل الحالات ضد هذا واجب أو مسؤولية المعارضة ولا غبار على ذلك، ولكن هذا الأمر لن يؤدي في هذه المرحلة إلا إذا كان تغيير، وهذا التغيير لا يوجد علامات كافية إلى وجوده في موقف جدعون سعر. يعني إيفيت ليبرمان لن يتغير إذا كان في تغيير في موقف جدعون سعر والمفاوضات المزمع عن وجودها بين إلكن والليكود، عندها فقط يمكن أن يصبح تغيير إذا استندت الحكومة إلى 61 يشمل تكفاح حدشة وعناصر من يمينه وفي 2 بيمينه لن يذهبوا بأي شكل. متان كهنا الوزير وزير الأديان ورئيس الحكومة نفتالي بينت، وهذا يصعب جدا عملية التغيير. سيد جيريمي، عدا هذا القانون تحدثت أيضا عن الميزانية، ويعني عندما ننظر إلى المعطيات هنا وإلى ما يجري داخل ديوان رئيس الوزراء، يعني 4 استقالات حتى الآن من شمريت مائير إلى تال جانسبي إلى ميتان سيدي وغيرهم، هذه حكومة تعد أيامها الأخيرة بحسب البعض. أنا يودع كامبين بخيرات. أعرف أن الحملة الانتخابية التي استمعنا إليها من النائب فطين ملا يسرد هذه الأمور، سواء ما يحدث في ديوان رئيس الحكومة وهذا هذه الأمور تحدث في مكاتب رؤساء الحكومة، هناك أشخاص يستقلون، هناك أشخاص يتم تجنيدهم، نحن لا نتحدث عن أشخاص عملوا على مدار سنوات إلى جانب رئيس الحكومة كما فعلت أنا. المستشارون المخضرمون باقون، يجب أن نأخذ الأمور في سياقها. أنا أسمع ما يقول النائب فطين ملا وهذه ليست المرة الأولى التي يقول هذا الأمر، هو يوافق مع مشروع القانون، هو يقول أنه لو كانت الحكومة مختلفة كان سيصوت مع القانون، لكنه قال أنه سيصوت ضد ضميره، وفي هذه الحالة سيأخذ الناخبين الذين يدعي أنهم ناخبوه المصوتون من الضفة الغربية والمستوطنات، يأخذهم كرهينة إذا ما وصلنا إلى تموز الأول وبيني جانس لن يغير الوضع، سنصل إلى وضع يكون فيه مواطنو الضفة الغربية بدون حق التصويت في الانتخابات أو الترشح في الانتخابات مثلا. هذا أمر خطير أنه يقول النائب ملا أنه يضع نفسه فوق مصلحة هؤلاء الناخبين، ومن حسن حظه أن لا انتخابات في الأجل القريب. يضم إلينا من الكنيسة مراسل 24 نيوز أدهم حبيب الله. أدهم، ما هي آخر الأخبار لديك؟ هل بدأ التصويت على هذا المشروع وأيضا من التحديات التي تواجهها الحكومة؟ أدهم هل أنت معي؟ أدهم هل تسمعني؟ أسمعك بشار. نعم أدهم، أيضا من التحديات بشار. أن عضو من ميرتس بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة الذين هم أيضا جزء من الائتلاف يمكن ألا تصوت مع هذا القانون، آخر التفاصيل لديك؟
نعم بشار، يعني حتى هذه اللحظة هناك جلسات مستمرة بين كافة أقطاب التحالف الحكومي في إسرائيل، جميعهم يسعون بطبيعة الحال إلى تمرير هذا القانون الذي لا يحظى بأغلبية حتى اللحظة، وهناك يعني بالطبع انتقادات ومعارضة من قبل بعض الأوساط كما ذكرت، مثلا غيداء ريناوي زعبي النائبة العربية من حزب ميرتس، بالإضافة إلى ذلك يعني كما انفردنا يعني وقلنا في النشرة السابقة بأن القائمة العربية الموحدة المتواجدة بطبيعة الحال في هذا الائتلاف ستصوت إلى جانب هذا القانون لمنع يعني بالطبع حجب الثقة عن هذه الحكومة، ولكن وبحسب أيضا المصادر التي وردتنا حتى الآن فإن النائب العربي مازن غنايم سيصوت ضد مشروع هذا القانون يعني بحسب ما أشار بعض المقربين، بالإضافة إلى ذلك يعني أيضا عديد سيلمان والتي انسحبت يعني أو انشقت عن حزب يمينة قبل شهرين أيضا هي ستصوت ضد هذا القرار. نسمعك أدهم. ولذلك يعني نعم، ولذلك يعني نحن نشير في هذه الأثناء بأن جلسة التصويت لم تبدأ بشار، قبل قليل هنا ويعني من أمامي دخلت أيضا وزيرة الداخلية أيلت شاكيت وهي من حزب يمينة والمقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إلى جلسة المشاورات إلى جانب يائير لبيد وزير الخارجية الإسرائيلي وأيضا جدعون سار وزير القضاء، وجميعهم يعني بطبيعة الحال يحاولون السعي لوجود حل أو صيغة لربما قد يتفق عليها الأطراف. وأنا أستمع يعني لبعض التحليلات لديك بشار من قبل بعض المحللين، لا أحد هنا يتحدث عن وضعية المستوطنين القضائية بسبب هذا القانون، الجميع يتحدث عن حجب الثقة، وهنا النقطة الأهم وهي يعني النقطة لربما والتي بتداعياتها نحن نتحدث بالطبع عن الانتخابات المقبلة في إسرائيل. الجميع يعتقد بأن هناك قناعة بأن مسألة الانتخابات باتت مسألة وقت لا أكثر، ولكن السؤال المطروح كيف ستذهب هذه الأحزاب في ظل الوضع الراهن إلى انتخابات جديدة؟ هل قضية يعني بنيامين نتنياهو التي لا تزال على الطاولة وملفات الفساد أيضا، كيف يمكن تشكيل تحالف لربما يطيح ببنيامين نتنياهو؟ ولذلك يعني نحن نتجول هنا داخل الكنيسة، الجميع يتحدث على أن مسألة الانتخابات حتى ولو نجحت الحكومة هذه المرة بتمرير هذا القانون إلا أنها يعني تخفق مرة أخرى بداخلها بتثبيت الصف، وهذا قد يعني ينعكس أيضا من خلال يعني هذه التشكيلة الغير متجانسة كما وصفها البعض، أن تجمع من اليسار ومن اليمين الإسرائيلي إلى جانب قائمة عربية يعني واحدة جميعهم على أن يتفقوا على يعني أن يكون هناك قضايا لربما مشتركة، هذا أمر صعب جدا حتى اللحظة، ولذلك يعني نحن نراقب عن كثب ماذا سيحدث وماذا يعني ونحن أيضا نتابع هذا اليوم الذي وصف بالمصيري. صحيح، أشكرك آدم حبيب الله مراسل آي 24 نيوز كنت معنا من داخل الكنيسة في القدس. سيد فطين، استكمالا لما ذكره الزميل أدهم، نربط هنا الموضوع بالصورة الأكبر ألا وهو الحكومة وحجب الثقة في الحكومة، لكن المشكلة بحسب سيد شكيب وآخرون أن البديل الآخر أي الليكود هو ما زال لا يملك الأغلبية لحجب الثقة في الحكومة الحالية، ما هي السيناريوهات المطروحة لديه؟ أخ بشار، بالنسبة للمضيف الموجود عندك اللي بيقول إن أنا صوت ضد ضميري، أنا بس هاي الحكومة هاي القوانين اللي عم بتجيبها اللي هن صوتوا ضد ضميرهم، لوين كانوا هن موجودين؟ لما هن حطوا ميزانية لسنة 21 22 و23 ولسه عم بقول بدي أقدموا ميزانية لسنة 23 24، وين الميزانيات القرى الدرزية؟ وين الوعودات؟ وين القرارات الحكومية اللي كانت طائفة الدرزية العربية اللي لحد لسه ما تحول منها من 3 مليار شيكل 100 مليون شيكل؟ وين الضمير تبعهم؟ على أي ضمير بيحكي الأخ في 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 حكومة فاشلة، في حكومة لم تستطيع أن تمرر أي قانون إلا قوانين مجاقرة أو قوانين. أنا بسأل المواطن في القرى الدرزية العربية من قبل السنة 48 الموجود وفي عنده قوانين وفي عنده ميزانيات، لماذا لا يستطيع أن يأخذ الميزانيات من هذه الحكومة الفاشلة التي سيد فطين هذه النقطة وصلت، ما هي خياراتكم، ما هي فكرتك وسيناريوهات لديك للبديل؟ حكومة ثابتة، حكومة عندها إمكانيات، عندها طب البديل الآخر هو ثابت لا يملك العدد الثابت، الخيار الآخر أيضا نعم لا يملك العدد الثابت والمضمون ليشكل حكومة بديلة في الوقت الحالي. إحنا نحارب إسقاط هذه الحكومة، بعد إسقاط هذه الحكومة إذا لم يكن لنا 61 عضو حنروح على انتخابات، وإحنا شايفين اليوم الاستقرار سنعود إلى دورة انتخابات أخرى.
أخرى انتخابات، أخرى انتخابات، لأن لحتى أنهاء الحكومة تزيل من الخريطة السياسية الإسرائيلية. 70 عام لم تكن حكومة سيئة مثل هذه الحكومة للمواطن الفقير، المواطن العاجز عن الحياة بشكل طبيعي، غلاء المعيشة، البنزين والأكل والشرب والمياه، وعدد كبير من المشاكل الذي يعاني منها المواطن. لو أنت بدأت تضل سعر وأعوانه وبيني جانس وأعوانه وميرس وأعوانه حاليا. طيب سيد فطين، قبل أن أعود لباقي ضيوفي، ذكر مراسلنا سيد فطين بعجالة، ذكر مراسلنا أن هناك المحادثات، هل هذا يشمل أيضا المحادثات بينكم وبين سعر وآخرون من أقطاب الحكومة الحالية كما تردد مؤخرا؟ أنا بسأل الموحدة، أين أنتم؟ في الصباح سمعنا مازن غنايم أنا تصوت ضد الوسط العربي، والوسط العربي انت بعثك الوسط العربي تخدم الوسط العربي، ما تخدم المستوطنين ولا تخدم الاماكن الاخرى ولا قوانين المتدينين. اشتغل لوضع، اشتغل للمواطن اللي بعثك على هذا البرلمان مشان تعمل لصالحه، ما انك تاخذ 200 مليون او 100 مليون مبالغ مشان تتصوت مع قانون. وين وصلنا مع هذه الحكومه؟ طيب اسمح لي، سيد شكيب، جميل سيد شكيب، هل انطلق قطار المحادثات بين اقطاب الحكومه الحاليه والمعارضه كما تردد مؤخرا بين سعر والليكود؟ حسب رايي لا، يمكن انه يكون كمان محادثات بين لبيد ونتنياهو. السؤال ماذا الامكانيات كلها مطروحه، السؤال ماذا سيتمخض عنها؟ هل سيتمخض عنها 61 نعم ام لا؟ هل سيكون حجب ثقه ناجح نعم ام لا؟ بالمرحله الحاليه ما زلنا بعيدين عن ذلك، ونحن الان في صدد مشكلة في داخل الائتلاف. الرئيس الحكومة ورؤساء هذا الائتلاف لم يستطيعوا خلال الأشهر الأخيرة من تضميد جراح هذا الائتلاف وجمعه ككتلة واحدة تصوت دائما، يعني كل جمعة عندنا متمرد جديد، صحيح. وكل جمعة عندنا أسئلة جديدة، والأسئلة هاي تأتي كليات تبدأ وتنتهي بأمر واحد، محاولات تدل على ضعف وضعضعة وضع هذه الحكومة، وضعها متضعضع. أنا أسميها الرجل المريض في القدس. السؤال كم سيستمر بهذا الوضع؟ سيد جيرمي، قلت أن هناك مشاكل تتجاوزها الحكومة، لكن هذه الحكومة وصفت بأنها أكثر حكومة عمياء في تاريخ إسرائيل، استقالات أو نوايا استقالات ومحادثات جانبية تدور جميعها دون علم الحكومة التي تعلم في غالب الأحيان من الصحافة. تدل لأماني أوبتيمي. هل تعرف لماذا أنا متفائل ولماذا لدي ثقة كبيرة؟ هناك 3 طرق لتغيير الحكومة. الطريقة الأولى 61 صوتا في الكنيست الحالي من أجل إنشاء حكومة بديلة، ولا يوجد هذا العدد. الاحتمال الثاني 61 أصبع يصوت من أجل تبكير الانتخابات، ولا توجد هذه الأصابع. والاحتمال الثالث أنه إذا ما لم نمرر الميزانية فقط حينها سنصل إلى انتخابات، وهذا يعني انتخابات في تموز 2023، أي بعد عام وشهر. لذلك كما أقول، الاختبار الأكبر الذي يقف أمامنا ليس قانون المستوطنات اليوم، ولكن أن نمرر قبل نهاية تموز القادم التصويت بالقراءة الأولى على ميزانية الدولة. هذا ما نسعى لتمريره. قضية قانون يهودا والسمر إن لم يمر الحكومة ستبقى، ومن يصوت ضد هذا القانون ومن سيمس بمواطني يهودا والسمر الضفة الغربية، وسنسعى لنساعد هؤلاء لأنهم ناخبون ونحن اليوم نصوت من أجلهم، ولكن أولئك في المعارضة يصوتون ضدهم، وهم الذين يجب أن يشرحوا لهم حول التداعيات في حال لم نمرر هذه القوانين عن طريق أيلت شاكيد وبيني جانز. الائتلاف سيصمد، والمعارضة بقيادة الليكود ونتنياهو هي التي تسببت ب
إيزاء وبالحق الضرر بناخبيهم، وإذا ما قاموا بهذه الخطوة ستكون لهذا الأمر تداعيات لا يقدرونها. ليس صدفة أن الأسبوع الماضي وافق الليكود وصوت مع قانون الجنود لأنهم فهموا أن تصويت ضد الجيش هذا أمر إشكالي. لا أعرف كيف ولكن حتى نهاية الشهر سنمرر هذه القوانين، لأن تداعيات منعها سيكون سيء للليكود، وسنستمر بالاستماع للحملة الانتخابية لفطين ملا رغم أننا بعيدون عن الانتخابات. ربما ليس الآن لأن الوقت انتهى. أشكركم سيد جيريمي ساتن المستشار الخاص لحزب يمينة، وسيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي، وأيضا سيد فطين ملا النائب في الكنيسة حزب الليكود. شكرا جزيلا لكم جميعا. مشاهدينا ابقوا معنا لمتابعة القسم الثاني من نشرة هذا المساء بعد لحظات.